أهلاً وسهلاً ومرحباً. عاد الأب الروحي للشباب، أفضل من يغني راب، صول جآل الشيخ ماسك الترفيه في البلد، في تراك حصري ضد الملك المقاتل حليم. تعالوا مع بعض نشوف نقاط الصدام. كانش نايا حبيبي زنكتك لما انجابت لها ليبي عايش بقدر الحمد لله دي ما متهني وكانت اقرب جيتي يطلع لك زني ما ضفاه. صول جب يقصد انه حليم وقت ما كتر عليه الجلد والهجوم استخدم اللهجة او اللغة الليبية. لا تراجع على استسلام وما في الراحة في الحرب جو سبيدي هروب ما ناوي اتمها تكون في مكاني ده حلمها في حياتك كامل لك مشاكل بخليك تمشي تبيت مع مشاكل احسن من مشاكل. مشاكل هو صانع بيت سوداني معروف. سولجا اشتغل مع مشاكل اغنية برينجي وحليم اشتغل مع مشاكل اغنية سول سكواد. ما تجينا وتحاول تزامل ايه وباللي بينتزعوا زامل باللغة الليبية انا ما اعرف معناها ولا دار اعرف ويتزادكم افضل ما تعرفوا. المهم ده نبذ. ما مستجدين احنا تخلق من النجوم مركب فضاء عبر حدود ومقرنا اساس. صولجا بقول انه هو يتخلق نجم وحليم بقول انه مغر وكالة ناسا. معروف انه وكالة ناسا بتبحث عن النجوم معناها حليم قاعد يبحث عن صولجا. صولجا عالي وحليم قاعد يبحث عنه. واش بيبدبه كبيركم الان اتحدث لا سيد الكبار في اللعبة دي وقاعد في راسه بويب شي ما بديت بنهيها والاول فيها لا اله الا الله من الليلة ما في بغل تنفس الهجمة مش وتجات معك رئيس الفيفا ما تزعجنا ما تتبكى كيف ما تضيع الهجمة وانت الموسم كله دكة رجعت انت ما فاضي من الفودكا والجبنات بيامينة مكانة فودكا في كاس جبنة بنات انت ما فاضي قاعد تنصح في البنات سمعت كلامي وتخدرت كانت تكيلة وتشتتت غزالة جميلة قصاد أسد كلامة دخل جروح براه انت ما قاضي خلي الناس والعباد ايه مالي ومال الناس انا ومالي ومال العباد رابر تخطت شان تغني خطت انا عظم تشاك كالعادة خاتيها ليك فهمت تميه ليك النية صافية دايما قدام في الصدارة داير تصلني كلم زيرو في اللي دارة ما حتتقسموا معانا كيك عندي دي جافو ما فاضي ليك والسنة الجاية برضو زي دي ولا اقول لك اقوى من دي حليم راجي كل الجندي وبنسخن لسه ما شفت شي. دي جافي مصطلح فرنسي بمعنى الرؤية السابقة معناها صولجا شاف الحياة الحاصلة داخل السين كلها وانه حليم ما حيتسيطر على السين السوداني. صولجا بيقدم اعلان رسمي للالبوم حقه اللي حينزل قريب لو عارفين التاريخ اكتبوه لي في التعليقات. طيب ماذا تفعلون في ليبيا؟ قاعدين بس لانه اتضايقنا في السودان وقاعدين فانت قلت هزموك طيب هزموني امشي وين امشي سما ذات البريد. صولجا استخدم خطاب من ارك مناوي سياسي سوداني معروف انه حليم اتهزم وما في داعي لوجوده داخل السين. ده المقصد من خطاب مناوي. من الليلة قلة زود منو فيكم دار يطلع لي فوق تعالنا بالله شوق دقوا وجرف الشوق انا بالغريب وانت المسطع فوق البيتش للجوا الحوض اسمع كاسينا وانا القرشنا جابوكم ما ربوك ريسبكت اجويرو ديس نوت جوك حصني في حربي وزمانه نشاز ونماني طربي ومعك وزن اصنا بقلو ادبي عفروك وما دفنوك يا حانوتي ما وروك يا في قبره بيحفر وقايل نفسه بيحفر لنا كطاب ما بيقدر وما تخلق قلبي يجي يحقر بينا. صلجة بقول لحليم انه تدوب حفرك وانا الحاجي ادفنك. عارفين انه تدوب وصولجا فرت للدين ودي رسالة في حد ذاتها شاوت اوت لتدوب. يا عم الشهرة بتجنن فعلا بس انت حالتك بتحنن عارف روحي مجنون والناس دي كلها عاقلة انت طول الموسم متمحن كل ما تطير ليك تقعد تلحن خاين الظروف وخاين زماني ما دايرة تتجازف وتخدر لا ما بتجزعك يا لنا اعصابك كابتن لو تمكن لا ما تسخن في اي حته كتاب متمكن دخل اخوكم مكان في الحاج يوسف مكان في الكلوكلوك الواد ده مخبر يا اخي الواد ده عارفه سنيتش دخيله زوج عيونه بتجنن وي وهمه في راسك قدام انا بقلب البلد دي فيتنام انت واقف وخشبه اعدام انطق لنا شهاده الاسلام. لا 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 صولجا قدم ابداع 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 ما كنت متوقع نهائيا انه صولجا ممكن يغني بنفس القوه دي يا ناس. ده ابداع عديل كده فانتاستيك بوهي على بوماستيك خاشي في الحرب سركاستيك قلبك ما حديد بلاستيك
القلب حديد يا بابا دي وضلوا انا شايله وردودنا تستناها طول عمرك بتتمناها اجتهدت عشان تلقاها ودي ولعتك يعني ما تنساها معاي سيجاري بس دايما بنسى الولعايه بس وضبط هنا كلامي خلص دي دوامه لا يوقع ما بتتخلص شوت البوك وده رجعوا بوسليم واكفلوا لي المثلث اشوار بوسليم عارفين نهني حارب في الفقر يحسبوني نغني المثلث المقصود هو مثلث عوينات هو الحدود السودانية الليبية بتقع في منطقة شبه مثلث أو ثلاثية حليم عمل شاوت أوت لأبو سليم ما عارف إنه أبو سليم دي منطقة ولا رابرز ولا منتج ولا دي جي ما عارفه العارف يكتب لنا في التعليقات صولجي وصف حليم بالبوكو والبوكو هي السيارات المستعملة أو السيارات الحكرات السيارات الخرد الجاية من ليبيا لغاية هنا نكون وصلنا لنهاية التحليل الغرض من التحليل ليس الإساءة إلى الرابرز أو التغليل من شأنهم الغرض من التحليل هو الفرح والمرح ونشر السعادة دمتم سالمين وإلى اللقاء في حلقة أخرى بكرة التحليل حق أبو باي إن شاء الله ما تنسوا الاشتراك في صفحة الراب السوداني في أوروبا في الفيسبوك والاشتراك في اليوتيوب دمتم سالمين وإلى اللقاء